انت لما تيجي تتجوز هتتجوز من واحده في طب؟ ما عنديش ادنى فكره الصراحه. ايه مالك؟ انا خايف. طيب لو انت قدامك واحده هي الحل الوحيد ليك هتتجوز، وهي من كليه الطب، كليه الطب كلها، تتجوزها ولا لا؟ يس انا مش بفكر في الحاجات دي اصلا. نشوف غيرك، نشوف واحد مراهق. تعالى حبيبي. طيب عشان الكادر بعد اذنك يا فنان. ايه ما تترسمش عليا وتعمل الشويتين بتوعك. لو قدامك فرصه ان انت تتجوز واحده في كليات الطب هتتجوز ولا لا؟ اه يا باشا دايس في اي حاجه شغال. شوف اسعد الباشا اللي قاعد قدامك ده يخدس الحياه الزوجيه. طيب ايه السبب؟ عايز اتجوز. يعني تعبان يا كابتن. تعبان اه كلنا تعبانين. انا تعبان يا حبيبي يا اخويا. ده انا متين ام يا حبيبي. انا عاوز ارتاح. ولكن هل المشكله عندك او ان انت موافق عشان هي في كليه الطب ولا عشان هي بنت؟ لا عشان هي بنت انثى. طيب شكرا جزيلا حبيبي. طيب خش. عامل ايه الدنيا؟ عامل ايه؟ زي الفل الحمد لله. انت الدنيا؟ طيب دلوقتي انا هسالك سؤال، انت لو قدامك فرصه ان انت تتجوز وصلت لسن الجواز تنفع تتجوز واحده من كليه من كليه الطب؟ كليه الطب؟ اه اي كليه؟ لا اي كليه من كليات الطب. لا ماشي اوكي بس بشري لا. طيب ليه؟ ايه السبب؟ عشان انا قرفان من البشر اصلا. انا ما خدتهاش. ماشي ماشي بشر. لا بشر لا بشر لا بس ايه السبب؟ ما بقول لك ما نتجوز. لا ايه السبب غير بشر؟ يعني واحده لو من اسنان ايه السبب اللي يخليك تتجوز واحده من اسنان؟ فلوس يا الفلوس الفلوس فلوس اهم حاجه. هي الفلوس. انا اخد فلوس وهي تاخد فلوس ونحط فلوسنا على بعض. طيب شكرا جزيلا حبيبي يا صلاح. عايز ثانية واحدة يا فنان. ثانية يا فنان. يا موال جسار. طيب عايز اسألك سؤال. لو قدامك الفرصة إن أنت تتجوز هتتجوز هينفع تتجوز واحدة من كليات الميديكال فيلد؟ لا طبعا. لا واثقة من نفسيها مش واخد بالها كده. طب إيه السبب؟ يا عم معقدين. معقدين؟ معقدين. ليه كده؟ والله معقدين. طب أنت معقد. ما أنا معقد عشان كده عشان أتجوز حد معقد زي. أنا هو. طيب لو قدامك فرصه ان انت تتجوز واحده من كليات الطب تتجوزها ولا لا؟ في حاله واحده بس من علاج طبيعي. طب اشمعنى؟ كله بحلوين الصراحه. ايه السبب؟ فلوس بالدولار بيقبضوا بالدولار. مش شرط انه يكون حلوين يعني في بنات في علاج. لا بيقبض بالدولار. انا عايز حلوه بتقبض بالدولار بس. ايه السبب ده؟ لو كده هحول انا الثاني عليا. اصحابي فيها دولار فيها فلوس. بجد والله؟ لا عمرك مش شعر. انا هجيب الشعر. طيب ماشي اتقي الله فاشتعر حلان يا رب يا اولاد. الراجل ده هاري بوتر. هاري بوتر هاري بوتر. لو قدامك فرصه ان انت تتجوز ينفع تتجوز واحده من كليات الميديكال فيلد؟ بص لي انا مش بتكلم. ماشي علاج طبيعي طبعا. هقول لك ليه. انت كواحد دكتور اسنان ضلك هتعبك من الشغل وكده فهي علاج طبيعي هتدلك لغدارك. الكلام اللي بتقوله ده كلام خطير. وجهه نظر محترمه. هو ده لازم. هي معروفه اسنان ومع فيميل علاج طبيعي. انت العقبه بتاعتك كلها في تدليك ظهرك بالظبط. طيب ادلكولك. ماشي تعالى الراجل المحترم اللي قاعد معاك في السكن عاوز يتسال. اتظبط كده انت احترمني. احترمني. ماشي لو قدامك فرصه ان انت تتجوز كليه واحده من كليات الميديكال فيلد تتجوز ولا لا؟ لا. ايه السبب؟ علشان بحب واحده. منين؟ من البلد عندي. انت منين؟ انا الشرقيه. الشرقيه؟ هي في كليه ايه؟ هنتشير كده يا عم. لا هنتشير والله. هندور في الشريعه كلها. هنتشير. طيب ماشي هنتشير هيمسكوا فينا عشان الخصوصيه بتاعتك بس. نفسك تتجوز؟ دكتور عيد انا هموت واتجوز. انا هموت. طيب لو قدامك واحده اتسير اتسير. طب اتسير انتوا الاثنين. طيب لو انت قدامك فرصه ان انت تتجوز واحده من كليات الطبيه عموما موافق ولا مش هتجوز؟ انا من الطبيه. مش هتجوز من الطبيه. ليه؟ انا كده. طب وانت من ايه؟ من الاول. بقول لك من الاول لو قدامك فرصه ان انت تتجوز واحده من كليات الميديكال فيلد موافق ولا لا؟ لا 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 ايه تتعذب زي ايه؟ هو انت مشكله عندك في العذاب؟ ايوه والله. انت تاخدها بعد الجواز بعد ما تخرج؟ لا ما تهوش على هتيجي خلصانه اصلا. خلصانه.